حياكم الله. أخواتي الأعزاء، طبعاً بممارستك للرياضة وحضورك المتداول في النوادي الصحية أو غيرها، أو مارستك التدريب الرياضي داخل البيت أو خارج، في كثير من الأسئلة تطرح ببالك، ومن أهمها هي هل يمكن التركيز على منطقة معينة من الجسم؟ أو هل يمكن تحسين منطقة معينة بالجسم بدون لجوء إلى بقية الأطراف؟ هنا الإجابة طبعاً من المستحيلات أني أتحصل على تحسين منطقة معينة بدون استعمال برنامج شامل لكامل الجسم. فمثلاً عضلة البطن للحصول على معدة مسطحة، هل يعني أني أنا أكتفي بممارسة تقوية عضلة البطن؟ لا، لابد من برنامج حرق الدهون، وبالتالي لابد من اللجوء إلى بما يعرف إلى الأيروبكس وحصص القلب اللي تساهم في حرق نسبة الدهون. فما بين تقوية العضلات وحرق الدهون، بالتالي أنا أوصل للهدف اللي أطمح إليه في جسمي. فهنا نلفت يعني الانتباه أن عضلة البطن مثلاً أو عضلة الذراعين هي ما تشتغل يعني لوحدها، لابد من تكامل عضلات عشان تشغل عضلة واحدة. ونكون هيك بسطنا إليكم الفكرة أن ما يصير يعني أن احنا نشتغل على كل على منطقة معينة، بل بالعكس لابد من تناسق العضلات وتناسق البرامج حتى نوصل للهدف واحد، وهو تشغيل منطقة معينة من الجسم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، ونشكر الحضور ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة. Thank you.